والكلام ده وكده. انا بس كان في خلينا نتكلم بالظبط الجزئيه اللي انا بقول لك ليه نلعب راس حربه راس حربه محطه، وان كان عمرو زكي انا بتكلم على مش تجهيز بدني لان هو طبعا بيشارك مع السلميه، ولكن ممكن يكون يبقى مجهز وحطه في الماتش انت هتلعب بالظبط. التجهيز النفسي، التجهيز النفسي اللي هو انا دايما ايه في عامل نفسي كده اللي انا اجيب لعيب احفزه قبل المباراه او اديله مسؤوليات، هو بيبقى دي معنويا بتفرق مع مع اللاعب جوه الملعب. نال النهارده عمرو زكي يعتبر الفيض الوحيد المحطه في الوقت الحالي، لان انت خلاص انت ما عندكش يعني. كان في عماد متعب اللي هو يعتبر فيض جوه الصندوق، لان اغلبيه اللعيبه اللي موجوده حتى جده محمد صلاح ابو تريكه كل دول ناس بتيجي من تحت مش اللي هو حتى جده برده مش راس حربه تقريبا، حتى جده طبعا حتى جده يعني ميزه عنده ان هو بيجي اللعيب بيجي خطر من تحت. فانا نفسيا كنت ممكن اجهز عمرو زكي المباراه دي ان هو يبقى عندي محطه، واديك شفت طبعا يمكن الكابتن سيف قال وكان قبليه مهيب قال ان عمرو الناس في غانا، لا هو طبعا معروف في غانا لان في البطوله الافريقيه بالظبط. فدي كلها امور لما بتنزل برده الملعب بتلاقي اسامي دي بتدي طمانينه وبتدي قلق للفريق المنافس. فانا كنت ممكن اجهزه نفسيا ومعنويا لان انا محتاج. ممكن اسالك انت ليه بتقول كنت جهزته؟ ممكن هو يكون جهزه ولا انت عندك معلومه ان هو لا ما اعرفش انا ما اعرفش، بس انا بس الماتشات اللي فاتت كلها هو بيلعب من غير فيود صحيح. بس الماتشات اللي فاتت ممكن المنتخبات شويه مش بنفس كود غانا او بنفس الاسلوب او بنفس الوقفه بتاعه منتخب غانا. نتمنى ان شاء الله ان الخطه تمشي. انت شايف كاحمد حسن لازم يلعب راس حربه صريح، ده كان بيساعدك وانت بتلعب كنت احمد لما يبقى في راس حربه طبعا تطلع عليه. وغير كده كمان انا محتاج الماتش ده اني لان زي ما بقول لك احنا دلوقتي بينا منتخب يعتبر كونتر اتاك اللي هو ابو تريكه بينزل يستلم الكوره فبيروح موصل محمد صلاح لو شيكابالا بيلعب بسرعته لو كده وبنعتمد يعني اوقات طبعا الناس لو بتيجي من الجنب او الكلام ده وكده، انما اعتمادنا الاكبر دلوقتي هو على محمد صلاح. انما انا لما يكون عندي لعيب محطه بيقدر ان هو يقفل على الكوره لحد ما الناس تيجي من تحتي، ده بيقلل حتى الضغط عليا او الضغط على نص الملعب او الضغط على المدافعين. وجود عمرو زكي في الوقت الحالي الحمد لله بقى عندنا لعيب عمرو زكي بيلعب. في الاول ممكن كان بقاله فتره طويله بعيد وما بيشاركش او ما بيلعبش او الكلام ده وكده. فانا شايف ان الماتش ده معنويا ونفسيا كنت تقدر تجهزه. عمرو من النوعيات دي يعني عمرو من النوعيات اللي انت لما تيجي تتكلم معاه وعايزك تشد حيلك والماتش ده ماتشك ومش عارف ايه وكده. كان الكابتن حسن يعني بيعمل معاك كده، كان بيعمل معاه كده طبعا يعني. عمرو اوقات كتير ممكن ما يبقاش جاهز مش عارف كده فيجيبه ويقعد وانا عايزك راجل وعايزك فتلاقيه لان هو عنده هو ربنا مديله قوه بدنيه ما شاء الله. لا دي حقيقه والله. ايوه طبعا فانا عارف ازاي استخدمها. فهو ده الدور اللي هو معنوي او نفسي. متهيألي عمرو محتاج الماتش ده قوي عشان يرجع يحط اسمه في مصر زي ما كانت من سنتين ثلاثه. الاثنين محتاجين يعني المدرب محتاجه وعمرو محتاج لكن الماتش. لكن ممكن الراجل ما يحتاجوش قوي لانه ما شافوش فمش عارف قيمته، لكن عمرو هو محتاج قوي الماتش ده يعني. قصدي ما شافوش ما استخدموش لعب غيره كتير. الراجل المفروض ان هو شاف المنتخب واتفرج على المنتخب غير كل الماتشات اللي فاتت كان بيلعب من غير عمرو، ما كانش في حساباته تماما. ما هو يعني انا لو انا قصدي ان عمرو هو بقى محتاج الماتش ده يرجعه تاني يحط نفسه في انه يلعب تاني بشكل جيد. ما هو انا لو انا النهارده جيت بصيت على الناس اللي معايا كل ماتش وليه طريقته. ما انا بقول لك الراجل بيلعب 4-2 طول التصفيات. الماتش ده اللي انا بقول بليبو هو امكانيات لعبتنا لازم يعني يفضل ان يبقى موجود عندي. ليبو موجود وفي الماتش ده انا محتاج محطه اسند عليها يعني محتاج محطه اسند عليها عشان يجي بوتريكا من تحت عشان يجي محمد صلاح عشان يجي حسام عشان يجي مثلا نني من تحت. فده اللي انا اقصده. ما هي وجهات نظر في الاول وفي الاخر طبعا هو المسؤول وهو اللي بيقدر يحط التشكيل. لكن انت لو انت احمد حسن اللي هتحط تشكيل الماتش الجاي لازم يكون في ليبرو وراس حرب. ده من وجهه نظر احمد حسن يعني يفضل في المباراه الاولانيه. وجهه نظر كل واحد لنا وجهه نظر. يفضل في المباراه الاولانيه. انا ما اعرفش بص بس خلي بالك اقول لك على حاجه. انا لما باجي يعني انت ساعتها تبقى المدير الفني احمد حسن حاليا. ما هو انا المدير الفني دي لما اكون انا موجود مع الفرقه عارف حاله الفرقه اللي معايا. جايز راجل شايف حاله اللعيبه اللي معايا تسمح ان هو يلعب 4-4-2. انما احنا بنتكلم على وجهات نظر انا وانت. فانا اقصد ان دايما انا حتى اعيب على المحللين لما يجي يقول لك المفروض والمفروض وكان يلعب كده وكان يلعب كده وكان مش عارف ايه. هو اللي شاف. انت مش عايش يعني. اوقات كتير مثلا اقول لك ازاي احمد حسن مثلا ما لعبش. طب هو ممكن احمد حسن ما يكونش جاهز نفسيا ولا بدنيا ولا او مصاب او الكلام ده كله. فانا النهارده ما اقدرش اجي اقول. احنا بنقول وجهه نظرنا اني على حسب امكانيات اللعيبه اللي موجوده ممكن يلعب بالشكل ده. والراجل هو الادرى طبعا لان هو اللي شايف اللعيبه اللي معاه ممكن يلعب بالشكل اللي هو شايفه ده. هو شايف ان الدنيا ماشيه كده. انما انا بقول ليه يبقى عندنا محطه زي عمرو زكي؟ لان ده هيسهل على الناس اللي جايه من تحت. انما بالشكل ده برضه هيبقى شويه
في ضغط عالي ملناش شكل هجومي قوي يعني وليد سليمان من النوع اللي هو بيميل يحب ينزل لتحت وليد طبعا خطا لما بيروح عند الجون وكده انما هو النوع اللي هو بيحب واده بينزل لتحت يستلم كوره ويلعب ابو تريكه نفس الحكايه طبيعه لعبه هو بينزل يستلم من الناس ويلعب الفئه والكلام ده وكده نص الملعب اللي عندك ما بيزيدش قوي مش قوي يعني يعني ممكن حسام غالي هو اللي يبقى ممكن عنده جايه شويه اوقات لو هيلعب في النص لو هيلعب في النص ممكن يروح فاقصد ان هيبقى عندنا مشكله في الهجوم عددنا الهجومي قدام هيبقى قليل فده اللي احنا بنتمناه انما في النهايه توفيق ان شاء الله مطلوب باذن الله احنا يعني حلقتنا خلصت عايز بس في اخر حاجه كده كابتن احمد تتوقع نتيجه اللقاء التوقع ده يعني شيء صعب طبعا احنا ما نتمناه باذن الله طبعا ما تتوقعش خالص صعب تتوقع الماتش ده لا صعب طبعا صعب صعب وصعب ولازم نحترم منتخب غانا قوي لان منتخب مميز خاف منه منتخب طبعا طبعا لازم نديله كامل احترامه مين اللي تخاف منه بس بسرعه قوي مين اكتر واحد لا هم المجموعه كلهم مع بعضهم مجموعه طبعا مجموعه مميزه يعني في ايوا وفي جيان وفي مونتاري وفي يعني اسامواو في مجموعه لعيبه كويسه وكمان اللي هم بينهم الهجمة صح اللي بينهم الهجمه دول اللي كمان يقلقوا يعني ممكن عندهم خط شويه اللي ورا في ثقه في النفس شويه فنقدر ان احنا نتغلب انما اللي قدام هم نضغط بقى زي ما انت بتقول نلعب بس يبقى في شكل هجومي عشان نخوفهم شويه ان شاء الله باذن الله كابتن احمد حسن نورتنا وشرفتنا والف سلام عليك ان شاء الله نتقابل يعني قريب في الملعب باذن الله ماتش كاس مصر ان شاء الله تلحقوا باذن الله لو كان في كاس مصر يعني لو في ان شاء الله باذن الله نحاول انما انا بس عشان عندي التجمع دموي جديد فيعني اعتقد ان صعب شويه قدامي على ال 10 ايام خالص مشكور شكرا جزيلا تعبناك النهارده معلش اشوفك دايما على خير الزمالك 2-1 على فكره احمد جعفر جاب يكون يعني 2-1 نوعا ما بشكركم اعزائي المشاهدين ودي كانت حلقتنا مع عميد لاعبي العالم كابتن احمد حسن يعني اكيد استفدنا منه وعرفنا منه تمنياته وامنياته ان شاء الله للمباراه ورؤيته لهذه المباراه المهمه والمرتقبه وان شاء الله كل مصر على قلب رجل واحد وطبعا افرادنا بكل اللقطات والكواليس اللي في هنا وفي غانا وبكره استنونا تاني في افرادات مختلفه وان شاء الله نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد.